لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. حقا يا أحبائي، إن الرجاء بالله هو هبة عظيمة، وهو ابن حقيقي للإيمان، لأن الإيمان هو الذي يكونه في قلب الإنسان، ولكن عدم الإيمان يمحو أثاره بالكلية. ومن هنا يتضح لنا جليا عظم فوائد الإيمان في الحياة الحاضرة الوقتية أيضا، لأن المؤمن يرفع أكف الضراعة نحو الله في النوائب والكوارث والأخطار التي تداهمه في هذه الدنيا ولا يستطيع مقاومتها، ويصرخ إليه تعالى قائلا: اللهم تدارك أمري وأسرع إغاثتي. والرجاء بالمعونة الإلهية الكلية الاقتدار يصير بلسما لجراح قلبه الشجي. وأما العديم الإيمان ففيما يصادفه من صروف الدهر وكوارث العمر، إذ ليس له رجاء الرب لا يجد علاجا لدائه ولا عزاء يخفف وطأة آلامه المبرحة. فيا أيها الرجاء الفضيلة المقدسة، الكنز الذي لا يثمن العلاج السماوي، الموهبة الكاملة النازلة من العلا من أبي الأنوار، أنت تعزيني في أحزاني، أنت تسكن شدة أوجاع أمراضي. أهلني بنعمتك السامية أن لا أجعل رجائي واتكال على البشر وعلى حطام الدنيا وعروضها الفانية، بل أهلني أن أحصر رجائي وأجعل اتكالي دائما على قدرتك الإلهية وقوتك العظيمة وعلى مراحمك الغنية، فأغدو كلي السعادة ومغبوطا، لأنك أنت قلت بفم نبيك القديس: مغبوط الإنسان المتكل عليه. فيا رب استجب لنا بشفاعات القديس نيكيفوروس ثيوتوكيس كاتب هذه التعاليم الروحية السامية، وارحمنا. آمين.